ليه جنبي كده ليه؟ يا باي، وكمان عمالة بتزنقي بقى التخري شوية. مفيش حدش عارف ينام في البيت ده والزفت ده، يا ربي بقى امشي هناك شوية. يوه مامي نجلة، يا لا حول ولا فجاعة. عادل، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده سريري. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك ده سريري. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل وطحينه كده يا رانيا، كده يا رانيا. البهدله البهدله دي، لو انا كنت دايما في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي، معلش يا مامي، ما يقصدش هو ايه. كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا لا لا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه. يعني أيوة، انا اسف جدا. هو ايه اللي جابني ان شاء الله؟ اوضه مجيده، ما اوضتي موجوده، كنت رميت لك سنق بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت سنق ده؟ هو انا كيس جوافه حامض ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخلينا نسمع كلمه من ليس ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت. ما اقصدكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه على اللي حصل. يعني انا اسف، هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه، ومش عارف ايه اللي جابني هنا، بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي، انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. لا لا لا. ايوه صح صح صح. رانيا رانيا، خديني من ايدي والنبي، خديني من ايدي. انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا بعتذر، انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا اسف، انا اسف. يا جرستي يا جرستي، ما تبصوليش كده، بقول لكم ايه. لا زير، ثانك يو، جود افترنون، جود افترنون. يا دولا، ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دولا؟ لا مفيش مفيش مفيش. على رمزي برضو يا دولا، في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي، يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولا، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير، ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي. اوضه تانية؟ لا يا دولا مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دولا صح، معاك دي حق يعني. طب دولا، ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دولا، في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. امشي وانا نايم؟ يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دولا يا حبيبي، دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني، بتقرا من ورايا، بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله تفحوا. لا يا عم، دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه، ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دولا، امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسمع بره، اطلع بره هنا، اطلع بره هنا. رانيا، رانيا، يا رانيا، في ايه؟ رانيا، ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسالني انا؟ امال اسال مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان، اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده، بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني، الواحد ما بيصدقوش. حاجه ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى، احتمال وارد بقى تبقى منهم انت؟ طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل، انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي، هتفضلي ماسكالي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك، وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف، انا كنت فين امبارح؟ وده ده دم كتير جدا، يعني ايه اللي حصل؟ بس
ياسمين، انت بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بابا. وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. اذا كان كنا صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه، بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا، دي جريمه قتل. قتل؟ يا نهار اسود، ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره، مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا ما اعرفش وريني. اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف. ظروف؟ طب ويا ترى بقى يا بابا الولاد الزغننين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتله؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟ يا دولا حبيبي، ازيك يا دولا؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دولا في اقرا بس. اعلانات مبوبه. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. ما مبوبه دي الحوادث يلا الحوادث. انفجار ماسوره في وسط القاهره تحط يلا ماسورتي يلا الخبر اللي تحتيه يلا اللي تحتيه. ماشي يا دولا. مقتل راقصه في حي الهرم. ايه دولا انت زعلان يعني على الرقاصه ليه يا دولا؟ انت كنت على علاقه بيها ولا حاجه؟ يد علاقتي يلا هتوديني في داهيه. مش على علاقه ولا حاجه يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولا. لا انت صحيح يا رمزي، كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولا يعني حسيت ساعتها كده ان انا كده يعني اسد واقف في البازار كده وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا، وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولا احنا ما علينا دلوقتي يا عم، ايه علاقه بقى الحادثه دي يا دولا باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا اصلي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولا؟ معقوله يا دولا تكون وصلت للقتل؟ ولا صوتك مش هيمشي. انا بقول لك يمكن يلا، يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولا، حرام عليك، عملت لك ايه الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص؟ يخرب بيتك يلا، بقول لك يمكن، مش انا مش اكيد، بقول لك يمكن. بص يا دولا انت لابسها لابسها يا عم. انت دولا ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم، بيبقى كلك شر. الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي؟ ايوه دولا بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولا انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولا لا هيصدق. دولا انت تروح تقول لهم ايه؟ انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحياه ربنا، واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام، يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولا، ده اذا كان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عم، وانا يا عم اروح اشهد معاك يا دولا. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني، انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهم ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منور يا باشا، مش بعد الزياره دي خير يعني؟ جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا لا مؤاخذه، سعادتك شايف اهو زبايننا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تتقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال، وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجه. لو سمحت يا سعاده الباشا كنت عايز حضرتك يعني، بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوه كده قدام الناس علشان الشوشره يعني. هو بص هو قال لي يعني ان انا هسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟
على دولة. ده دولة حبيبي، ما هو اللي قتلها. بس صدقني يا حضرة الأمين، هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك، بتسلمني يا ربزي. يا دولة هسلكك، هسلكك كزر. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة، اهي وبيدوروا على المجرم، والمجرم اهو. قبضوا عليه حضرتك. انا ما عملش حاجه والله حضرتك. يعني ماشي يا رمزي، ماشي يا رمزي، بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي ماشي يا دولة. ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي يخرب بيتك، يلا ما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع، يلا وانت عندك شغل غير في البازار. يلا لا يا دولة، بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة، ما تقلقش. حضرتك الظابط، طب بص انا هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاه؟ كان معاه رمزي، وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. ايه ده؟ ده انا دول حق ده، وانت ضايع مستقبلي. مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت في كلامي، هو ما عملش حاجه قدامي. يلا هو ما عملش حاجه، ده كان نايم، كان نايم. دولا هم دول الكفار يا دولا؟ ولا ما تستهبلش يالا، عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر، دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب. طب والنبي يا دولا صورني جنبهم يا دولا. حبايبي يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طايق؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش، وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح ابعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسه كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل. الله عليك يا دولة، ايه الاجرام ده؟ ده انت مجرم جرمانه يا دولة. امال ايه يالا؟ امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ انت عارف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شويه واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دولة؟ مالكش دعوه. نعم مالكش دعوة. نعم. ايه ده حضرتك؟ هو ازاي اقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت بتعرفش انت بتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. اهو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتل قتل يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصغات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ اه. طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي، قول له يالا قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري. قاتل حد دلوقتي الف. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار. اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كان ملابس. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزل لي لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي تعال يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ، بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. شكلين انا شكلي. وحشتني يا عادل، انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. يا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه
غير الشريفه بالست دي يا عادل. ها يا رانيا هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن يكلقوها. علاقتي اللي غير شريفه؟ انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل عينيك حاسه ان هم عمصين كده مش عارف. حزين حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا. معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولا يا دولا يا دولا واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولا، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا اهو. مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه ايوه صح صح والله. الزياره انتهت. معلش يا حضره سول، ممكن بس تسيبنا خمسه كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق ما جراش حاجه. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي اي اكل عيش حلاوه بتاع؟ لا والله يا عادل، ده انا كنت فاكره يعني ان انت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش اجيب. بس اقول لك ايه، انا ممكن اعمل لك ديليفري. ديليفري ايه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه يدخلوه لنا هنا. لا يا دولا والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع دهون عشان انا كان نفسي من زمان او 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 ادوق. هو ايه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الدليفري ده دولا. انت عارف ايه هو ده؟ ولا مش ناقص غباوت خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقول لك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي، يا رانيا اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. مع السلامه رانيا. يا ابني يا حبيبي يا عادل، يا ابني يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ يا ابني يا ترى عامل ايه؟ انا اخويا قتل قتله، ده كده الموضوع ده هيوقف سوقي. لو حد تقدم لي اقول له ايه؟ اخويا رد سجون. يا سلوم، هو ده بس اللي انت شايله همه؟ الجواز الجواز الجواز. اولا انت كده ولا كده السوق بتاعك واقف، مش لاقي اي حد يلمك. يا على حبيبتي بنتي اللي زقنانه الشابه اللي هتقعد سنين عمرها من غير جوزها. رانيا قولي لي عملتي ايه مع المحامي؟ اطمني يا حماتي، المحامي طمني. الحمد لله الحمد لله، وقال لي ان شاء الله انه هيقدر يخفف الحكم لمؤبد بس. يا نهار اسود، مؤبد؟ لا لا لا، غير المحامي ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. يعني ايه ما ينفعش؟ مش على قد الفلوس اللي معايا. هو انتوا اصلا رديتوا تديوني مليم واحد؟ منين يا حبيبتي نديكي مليم ولا اتنين؟ وبعدين انت اللي مبوظه اعصابه ووصله الحاله اللي هو فيها دي، يبقى انت تحملي نتيجه اعمالك السوداء. ايه بقى ان شاء الله انا بعمل له ايه؟ مش كل شويه عايزه 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 ماسوره عوزان. انا اللي عايزه 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 ماسوره عوزان، وهي اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه يا سناء. تقصدي إيه؟ اللي مطلعه عينه ومستويه القلب عليه. روحي فين يا شيخه جاتك القرف؟ قولوا بقى ما تقعدوش معانا زهقنا. اهلا. مين يا مامي؟ ده المعلم عيكوا الجزار. طب خليه يتفضل. اتفضل. اهلا يا معلم عيكوا. ازيك يا مدام؟ الحمد لله خير يا معلم. امال الاستاذ عادل فين؟ عادل راح مشوار وزمانه جاي. خير في حاجه؟ خير ان شاء الله، انا جاي اطمن عليه. اما هو ما احنا قلنا كويس خير بقى. اصل من كام يوم وهو معانا واحنا بنذبح بالليل كانت حالته مش ولا بد. كان لابس بيجامه؟ ايوه، طرطش عليه شويه دم، اتخض طلع يجري مننا لدرجه ان العجل اتخض وطلع يجري معاه. وانا كده فهمت اللي حصل. طب بقول لحضرتك ايه يا معلم معاكوا، ممكن حضرتك تقولي الكلام ده قدام الضابط؟ اقول لحضره الضابط؟ ده كده هيعرف ان انا بذبح بره السلخانه. انت عايزه توديني في داهيه عشان خاطر يا معلم معاكوا؟ اصلا عادل متهم في قضيه قتل وانت الوحيد اللي ممكن تطلعه براءه. كان كده بقى ماشي، احنا ولاد بلد وما نسيبش حد ابدا في زنقه. متشكره قوي يا معلم عيكو، يلا بينا. ارمي دي دي. بس يا معلم اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب ياض ارمي الواد ده، ايه ده اتحرق البت ده اخده على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دول كفيني كفيني يا ياض، هكفيك بعدين. وليه هي عملت لهم ايه؟ انا عايزه اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. امهات الشباب؟ امهات الشباب دي بقى غير فراخ الامهات. امه راسه يعني على راسه من ورا يعني. وامه راسه به دي حبيبتي هي الموعظه اللي هتطلعي منها من الحدوته.
ده الواد حماده امبارح ضرب ميدو على ام راسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت. انا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت اخد حقي لو على جثتي. ما انا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ ما عرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعه وموازي له في الانفعال. حاجه تعرف، حاجه تعرف، الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولاد الادم ومعاكسات. ايه يا سناء مالك، في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لك ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه. قالوا لك ايه؟ قولي. يا غرابي. ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقى لي فتره يا عكس اختي؟ لا لا لا، اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل، بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على الناصيه وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت منين؟ إيه؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربي مشمش. عادل عادل عادل، ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا، نسيوا الايام ما كنت فورمه، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش. عجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقول لك ايه يا كبير؟ هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا افرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ انا مشمش، اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص يا سامع. عليك تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مشمش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش عن الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقل يا دوله. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عاكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعاكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل ياه. حضرتك ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي لايدك دي. هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم، ولا هو اللي قال لي تعالى؟ لا 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 حضرتك، اقطع عيشي وبعد اذنك. بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك. استنى استنى استنى. السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي، تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه؟ تاخدنا على المخزن ده؟ انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه، وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا ما ورناش رجاله ولا ايه؟ فيها رمز؟ فيها جدعان؟ بقى معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول؟ فين غلط عزلت يا معلم تيتي؟ انا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا مش، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم، وبتمانس على الرجاله بتاعتي.
بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب، يعني يا معلم تيتي الفروض صلاة ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش، لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن، ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان، بس يا حيوان. يا دول عشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت، انا اتكلمت. وحيث ربما بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيكوا اصطفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده، يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن، مش كده يا رمزي؟ ليه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك، بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مشمش، يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، مفيش وقت للجري، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخرع. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه معرفش يشيل الوزن ده. جبت اخري يا كابتن. قوم قوم اتفضل، جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لي جبت اخري. الحق دول ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب في... هنتضرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك من هنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك، حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول لي هنتدرب هنا إيه، انا اللي حدد. طيب يا كابتن معصعص، يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص مدلعني مدلعنا. لا ما يقصدش حضرتك، حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك، دي زلفه لسان. هو يقصد يعني يسالك احنا هنتدرب امتى بقى. انا اللي حدد، محدش يحدد. حاضر انا كابتن عصوصه حايز على الاولمبياد كلها في العظمه الذهبيه في اولمبياد بانا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده انت مش اول يحصل انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دوله. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا، انت كويس هلا، ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت، يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة، يعني لعبت يومين مثلا بس. مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبة من تحتيه حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني هلا، وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس. ماشي حاضر حاضر حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك. يعني دوافع لا باس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا اخلي الخصم يقعد يضرب فيا، يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منوله 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 جايبه على الارض. محدش يحدد الخطة دي استراتيجيتي انا. محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولة، ده حاوي. استنى 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 استنى، هيطلع نار من بقه. اصبروا اتقل.
اضعفك هلا. انا توافع تتريبي ان انا شغال عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقه دي يعني حضرتك. توافع لا باس بيها، توافع لا باس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي، وهو خارج الاسئله اللي انا كنت حاططها في الابلكيشن. مين اللي كان بيلاقي اختك هلا؟ حضرتك مشمش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس وليمونه مصمص. يالا فسفس حسحس وليمونه عرنكش. دي بقت معركتنا. يالا انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن امله. اطحن جامد يلا، اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه، اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكوا تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما، العضلات دي موضة قديمة، احنا دلوقتي بنربي عصب الأول. ربي يلا ربي. ماشي دولا، على فكرة في، أنا حاسس إن عضلة الرجل بتاعتي بقت ضخمة أوي على فكرة. كويس يلا، لأن كده عضلة الرجل أما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار أسوح، رجلك ما جرالهاش حاجة. وكل عظم يلا، كل عظم. عادل عادل، البتاعة دي أنا هعمل بيها إيه؟ إيه هعملها شوربة ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يا كابتن عادل، اعملي لي طبقين كده بس حط عليهم شوية جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي، يلا أنت فاكرها مهلبية يلا؟ لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما، اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا وإحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا، نبقى نبلع لهم يا دول بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه. يالا انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. اه بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك قرقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. يلا سلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل. ايوه ماما. خد سندوتشات البودر. كويس، هي السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده. يلا طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دول بسرعه؟ ما هي زي دي، انت بتترعش يا يالا كده. هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دولا انا سعانه دولا بقى، ما تخليهم يوطوا التكييف ده دولا. يا ما انا قلت لك البس بلوفر تحت الفالينه، انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. كده وصلنا لمرحله ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمده اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجيه بتاعتي. كابتن معصعص، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه انا الخطه اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق، اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني.
انا اللي ضربه وافترى علي. معلش معلش. الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عصعص، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك؟ انا مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته. الكابتن اهم لو ممكن يفتر عليا. كابتن اهم وصل. سناء منك لله، خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش، يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما سيبيه يروح ياخد لي حقي، هو مش راجل ولا ايه؟ بصي ما تستفزني زياده، ما انا مستفز، انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنق انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنق. يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي. يا رب يا حبيبتي. يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايحه اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعاكسها قدامي يا غبي. يا دولا بقى يا عم بقى، وبتزق كمان يا دولا، وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دولا. انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعاكسوني عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر يا دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك. لا ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنو انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. عادل عادل بلاش يا ابني، اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما 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 ابقي افتكري ان عندك. يلا يلا يلا. عادل عادل باي عادل باي. الو بوليس النجدة، ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان، عندك اتنين عينيه بلا احلى اتنين شباب. بدوي بدوي بتهوى على ايه انت دلوقتي واحنا لسه ضربنا؟ سيبنا يا ابني سيبنا. خليه يهوى يا دولا، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظه بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسال يا اهبل، بشمش وحرانك ولا بشمش وحرانك ولا بشمش وحرانك ولا بشمش وحرانك. ايه دولا ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دولا ورمزي ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دولا، ولا حته امورنا بكراتش، مشمش وحرنكش مشمش وحرنكش. يا غبي يا غبي، ما هو ما عندكش ورثه ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجاله، اهلا بيكم في الخناقه الكبيره الكبيره قوي اللي الجيزه كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزه تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت والان تبدا المعركه. يلا يا محمدي. ايه ده محمد؟ ايه ده ايه ده دول؟ هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. ما تخافش يلا، ما تخافش يلا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. الجوله الاولى. اعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ماشي كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين، انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه، يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت يا دولا. طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم، ده العمر قصير قوي. انتوا بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. حد مش 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 هموت في ايه؟ اشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي يا هرابي، بتسرق بين العصايا المرصعه بالزلط الكريم. على فكره يا حاج،
انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا دو؟ او عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنه وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش، ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اه اهي ادي العصايه. ايه حق ايه؟ تعال. ايه اه حرامي حرامي. واسمك الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلاله العيله المالكه، بس للاسف بعد ما امموا نصيبنا في الاراضي ومحلج القطن وقناه السويس. قناه السويس؟ هم امنوها؟ امنوها؟ يا نهار اسود، ده انا ليا فيها فلوقه. فلوقه ايه والله؟ المهم الزمن دار بينا من اب الجد لغايه ما بقيت زي ما انت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لان بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاد يا جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. اه وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا اطبا، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. آه لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا اطبا، وليك عندي شغلانه. آه حاجه بقى ايه؟ آه يعني شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا اطبا. كده كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. حرامي يا عادل. سمعك خلاص. حرامي يا عادل. خلاص عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله لا 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 ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. انا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي؟ انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، بين فضلك اسف، حرامي سنفتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. اه وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي بسكت، حرامي بسكت، حرامي فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ بسكت حرامي. ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده؟ هتفطسوا الحرامي؟ حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا، هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا، حرام عليكم، ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟ اوه اوه حرامي، كنا جبت سيرتي في حاجه؟ انا بسجل لك، انا بسجل لك، انا بكره هحبسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي،
وجاي تسرق بيت حفيدي عادل سعيد الحيوان؟ حرام عليك حرام عليك، يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصة. ومين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو، انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي حرامي؟ يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا ومعايا عيني يا حرامي. اوف 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 اوف، تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنوا درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يلا يا عرابي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا جيفارا مات اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرابي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى تعالى حرابي ترى هبهدله هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف جاي تنف جاي حاسب مانديلا حاسب معايش مانديلا. تعالى نف نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. يلا حرابي يلا حرابي كويس تعرف سجناه. خش يا حرابي خش يا حرابي كده خزلتني خزلتني كده يا حرابي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط ده. سناق دي ايديها تقيله قوي. سناق سناق دي بقى انا هتقب منها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بقى قاعد بتفرج على التلفزيون بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده طعم؟ وانت هتاكله التلفزيون ده ولا وانت هتطلبت معايا انا حرامي وهتطلبت معايا وحرامي ولا؟ بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاوليه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتل المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموتوا يا دوله. نفسك اشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي ده بقى ما بيفرقش اكيد هيلوشك هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعلي صوته يعني. وبص الخريطه ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالتلاجه مش تقعد تفتح التلاجه وتقعد تاكل بينها. بقى انا بحب اتعشى قبل ما تمسك. برافو عليك برافو عليك. انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه كبسه ايه يا عم؟ كبسه ايه؟ كبسه من مدرس انت بتذرب. تعالى تعالى. السلام عليكم. وحضرتك الحرامي؟ الله والله والله. بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك والله. من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هو كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت موت انا بحبهم وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين بيعشقوني الحرامية دول. بقول لك ايه يا رمزي وانت تشتغل مع الحرامية؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دوشه خلاص بلاش مش عايز بلاش لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه لا والله مش مرتاح له بس هو حد يسندك برضو يا فاشل يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل انا يا بابا ستو هسنده انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا انت اصلا حرامي خلاص وهجربه بقى وخلاص وانت تطبل يعني ما تقلقش خالص تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه ويعني لو حضر التانيه هيفهم ده غبي غبي بقول لك يعني غبي غبي امال جايبينه ليه لما هو غبي بص مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل وهو ده نسبه الفشل بتاعه الخطه دي يا فاشل يا رب افشل يا رب افشل طب ما في واحد فاشل جاهز اهو تاخده نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني اطفي النور هتفضحنا وشغل البتاع اللي في ايدك دي لا يا رستم اهل البتاع دي انا افرض خلصت وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اليابه بتاعي بقى صوتك هتفضحنا ماشي ماشي راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو ماشي انا الطريق مش لما الاقي الراديو ملامح رمزي بس بس بقولك ايه هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم لا هو انا رمزي بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا انا صحي اشرب بس انت جاي هنا تعمل ايه طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل ودي صوتك هتفضحنا خلاص خلاص انا هبقى اشرب في وقت تاني اسكت انت بقى يا خيالات دي تقول انت نايمه ها الطريق امان يا رستم الخطه نجحت ايه يا ابني ايه يلا بينا الخطه نجحت يلا بينا يا جماعه استنى يا رستم استنى الخطه لسه ما خلصتش لازم نجرب الراديو ده اهو نجربه ايه يا ابني احنا هنشتريه يا عم اسمعني يا رستم افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقتش اي قناه ولا حاجه دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع والسلالم عاليه يا عم عشان انا مش عليك ما يهونش عليا تعبك ابدا اللهم طولك يا روح يا نهار وطي راسي شويه تسحب يطاط وطي انت صوتك بتفضحنا هو الراديو اعلى من صوتي غير المحطه ايه ده سمعتنا ازاي دي يلا بينا انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي صوتك يا غبي يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط امال نفهم ايه وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز يا ماما بس حرامي سمباتيك ورقه تاني بابا ستو ايه بابا ستو انا رمزي رمزي ده ولا مفيش ورا الف مبروك يا بابا ستو الف مبروك عملتوا ايه سرقتوا راديو زي ما قلت لكم لا الواد رستم متمسك تحت الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا حرامي الواد كان فاشل واحد دلوقتي بقوا اتنين فاشل اعمل ايه بس يا رب استغفر الله العظيم انا اللي قفلت عليه المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده انا ظبطتك متلبس هوديك الاسم يعني اوديك الاسم لا حرام بليز يا عادل ده حرام مش هنفتشيك ورقه خالص ميرسي يا بيبي بليز اديله فرصه تانية ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي 3 محاولات ده في انه قانون ده ان شاء الله قانون البلاي ستيشن كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف خش يا فاشل ورا كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته كل شويه اروح اضمرك يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني عايز ابعت امي تروح تحج وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك وامي
وكنت في المغرب وبعدين قلت اروح احج ويلا. طب انا دلوقتي يعني اراضيك ازاي انا دلوقتي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا جماعه بصوا بابا ستو، احنا بقى انا هقول لكم على فكره جديده خالص. أوه. احنا دلوقتي سرقه البيت بقت خطره علينا دلوقتي وما بقتش مناسبه لينا، لان الحراميه الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. احنا انسب حاجه لينا سرقه البازار اللي انا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غير انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير بعد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على مفاجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص تعالى اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهولي، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. انا عندي خطه لسرقه البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفي بقى هي الخطه؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. صح. لا انا عندي خطه تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمزي الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتتوب يا عم. بص انت تتوب على العيد احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده وتمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي يا ده حرابي يا حرابي، بصبورك بصبورك هيفضل عدي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا. شايفين البتاعة دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط تسرق ايه؟ دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاتة. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربية. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خش العربية، خش خش، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقة قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله، وعملية ناجحة. شايفته ايه ده؟ انا سرقت البرتبه، سرقت البرتبه، سرق. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البنذ قراتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. ما تجيش منك يا رمزي، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي انا بقى انا سرقتها من البازار. بص، كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط. صح يا رستم؟ يا اخوك يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يا رستو. يا عربي، بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستو، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي، رمزي. يا رستو، انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا معلم. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني. هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم.